تونس للأسف معناها رغم تاريخها المشرف في مازال مقاومة كل أشكال التمييز في مجال معناها إلغاء الرق والعبودية، للأسف بعد 21 فيفري الوضع تغير برشا، لأنه انتقلنا من عنصرية أفراد ومجموعات وعلى الشبكات الاجتماعية وإلا حتى في الواقع الميداني إلى عنصرية الدولة. عنصرية الدولة اللي كانت حاضرة في بلاغ رئيس الجمهورية في المرة الأولى وفي المرة الثانية، كانت حاضرة حتى في بلاغ وزير الخارجية اليوم، وزير الخارجية اليوم، والعنصرية كانت حاضرة في الممارسات اللي قامت بها الدولة التونسية تحت حجة تطبيق القوانين. لازم الناس الكل تعرف أن الدول العنصرية وأنظمة الفصل العنصري والكيان الصهيوني كلها أيضا تحكم بقوانين. احنا مشكلتنا مع القوانين التمييزية والقوانين العنصرية اللي بدها يبن تعديلها. احنا نحب نوصل رسالة أنه اليوم الحقوق والكرامة لجميع المهاجرين بصرف النظر على وضعيتهم الإدارية، بصرف النظر على لونهم أو جنسهم أو ديانتهم، لابد أن تكون استجابة الدولة التونسية أكثر إنسانية في اتجاه العمل على تسوية شاملة لوضعية المهاجرين من جنوب الصحراء في تونس. احنا في بالنا من بلدان الأوائل اللي نحينا العبودية وقلنا ضد العنصرية، أما اكتشف اللي التونسي أوموفوب غاسيست إيغويست كل البارح معناتها فارقة مروحين بيسم عبية تحكي لي صاحبتي 11 بتاع ليل ما وقفت لهمش، معناتها هذايا خطير جدا اللي قاعد صاير. يلزم معناتها نتصداو على خاطر اليوم بدينا هكا غدوة تولي تناحر ما بين تواسة وما بين الأفارقة، وهذا ما احنا ما نحبوش. احنا نقولوا بلادنا بلاد الحب، بلاد التسامح، بلاد اللي يدخل لها يجي فرحان، بلاد المضيافة. باش نولي نتعامل هكا يلزم خطاب رسمي للتهدئة من قبل رئيس الجمهورية، يقول كما قال بورقيبة الله يرحمه كل عام وقت اللي صارت 67 ترجع بينا الذاكرة، قال وقت اللي صارت مشكلة مع اليهود اللي في تونس، قال اللي يمس شعر يهودي يتعاقب. يزن زاد قيس سعيد يقول اللي يمس افريقي يتعاقب، وترجع الامور في نصابها. اللي هنا بصفة قانونية جاي يقرا ولا جاي يخدم ولا هذاك شكون باش ولا جاي يعمل يعني. احنا اولادنا يخدموا عندهم، اولادنا يقراوا يعني عندهم وجودهم، لكن بصفة قانونية بطبيعة 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 ال- 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 العالم ال- الارض ارض ربي للناس الكل موجود، اللي بجلسة قانونية يقعد يقرا ولا يخدم ولا ما نعرفش عليه. واللي دخل وانتم دخلتوه، انتم الدولة دخلتوا يذوكم اللي تعاقبوا ويشوفوهم ويقعد ترحيله لا، اللي يحب يقعد، اللي يحب يقعد ولقاه خدمة ولقاه مقر وتهنى يقعد، واللي ما يحبش يقعد ترحيله. الخطير في الموضوع انه نعرفوا انه ثم مظاهر عنصريه موجوده في الشارع في بعض الفئات، صحيح هذا ونعترفوا به الناس الكل، ولكن الخطير اليوم في 2023 انه هناك اصبح خطاب عنصري تتبناها الدوله بشكل رسمي، وهذا اللي خلى الخطاب العنصري يتحول الى تحريض، يتحول الى عنف في الشارع ضد المهاجرين الافارقه جنوب الصحراء، وهذا حتى طال العنصريه هذه طالت عنصري طالت مواطنين ومواطنات تواسة من ذوي البشرة السوداء. هذا أخطر شيء قاعد يصير، هذا يحرض على الاقتتال، يحرض على العنف زي.